تعالوا ناخد اخر حاجه في الجي اي تي اللي هو علاج الكونستيبيشن. وزي ما قلت برضه في البدايه ده من ضمن المشاكل اللي حضرتك هتواجهها. يجيلك عيان يشتكي من الكونستيبيشن وده ممكن تشوفه كتير، يعني ده اللي ممكن تشوفه كتير، وعلاجه برضه مش سهل رغم ان هي تبان ايه كونستيبيشن، يعني عنده امساك، دي حاجه اي حد ممكن يعالجها. تعالوا كده، ممكن وانت بتاخد هيستوري من العيان وبتساله على الكونستيبيشن، يعني مثلا هتكلم زيك يعني وانت بتقول له كده طب يا عم الامساك بتاعك ده شكله ايه؟ ممكن يقول لك ايه؟ ممكن يقول لك بص يا دكتور انا ممكن اقعد 3 4 ايام ما اخشش الحمام، لكن لما بخش بيبقى في كميه كبيره قوي من الاسطول. ده واحد. في واحد يقول لك ايه؟ دكتور انا بدخل كل يوم كميه كبيره من الاسطول بس فيري هارد، بتبقى مؤلمه جدا بالنسبه لي. في واحد تاني يقول لك يا دكتور انا بدخل الحمام كل يوم بس بتبقى كميه قليله قوي. هما كل ده كده زي بعض؟ لا طبعا. انك انت تختار الدواء اللي هتديه ده طبعا ده فن، فيعني من ضمن الحاجات اللي فيها فن، رغم ان في البدايه انا قلت ان ده امساك، يعني كلنا بنسمعه كده، لكن العيان بالنسبه له دي كل حاجه. فانت حاول انك انت على قد ما تقدر تحاول تتعامل معاه. تعالوا كده الاول نشوف انواع الادويه اللي ممكن استعملها في الكونستيبيشن، وبعدين نتناقش مع بعض ها نستعمل مين في ايه. ايه الادويه؟ اولا كان في زمان، بس عشان ما حدش يتلخبط، كنا زمان بنقسم الادويه دي الى لاكستيف وبيرجيتيف وكاثارتيك. الكلام ده اختفى. كنا بنقول لاكستيف اللي هو يعمل ايه، يعني اسهال بسيط كده، بيرجيتيف درجه اعلى، كاثارتيك درجه اعلى عنيفه جدا من الاسهال. الحقيقه بطلنا التقسيمات دي خلاص بقالنا فتره، وخلاص اي عايز سميهم بقى لاكستيف، عايز سميهم بيرجيتيفز اوكي، لكن الحقيقه كلمه كاثارتيك تراجعت شويه في الاستعمال. لكن عشان لو حد قرا كلمه التقسيمه دي في حته يبقى اوير بيها، دي تقسيمه قديمه شويه ما بقتش تهمنا قوي. ايه انواع البيرجيتيفز او اللاكستيفز اللي ممكن نشوفها؟ اول نوع وده اللي بنسميه بلك. ايه البلك بيرجيتيف ده؟ ده فيري كومن، هناخد اسم. اشهر بلك بيرجيتيف هو البراند. هتعلمي معايا الاسامي عشان انت اللي مسؤوله عن الاسامي. ماشي، واي حاجه عندهم ريفير ده نورمال. ماشي؟ ايه موضوع البراند اللي هو ايه؟ براند ردة، دي الردة مش كده؟ ايه فكرة الردة دي؟ فكرة الردة هو حتى من اسمه ايه؟ بلك. فانت بتدي الردة، بس لازم شرط تاخد معاها كوبايتين مية كده كبار. ايه بقى المية مع الردة بتعمل ايه؟ ها؟ ها قول، انا عايزك انت اللي تبقى معايا في المحاضره دي. هو انت اللي هتجيب من الاخر والله. ها تنفش. تنفش، هو قال تنفش. صح يا جماعه، ده طب هو بالظبط. ايه يعني بقى لما تاخد البراند؟ ها ساعات الناس بتحطه على زبادي بس لازم معاه ميه، وبعد ما تحطه بقى لما تاخد كوبايتين ميه معاه وينفش، استفدت انا ايه من النفشه دي؟ هتبدا تعمل ستيميوليشن للديفيكيشن ريفلكس. يبقى ده اول حاجه. طبعا البراند
اللي هو عشان كده كمان لما بنيجي ننصح حد عنده امساك بنقول له كل عيش بلدي، سيبكم من عيش السن، عيش بلدي. عيش بلدي فيه ايه؟ فيه الرده، فهي الرده احسن طبعا من العيش الفينو. الرده بتبقى مفيده كده، بس لازم يبقى معاها ايه برضو؟ ميه. لو ما خدتش معاها ميه مش هتنفش. ها لا هت ايه؟ هتكلكع وممكن تعمل انتستاينال اوبستراكشن. فلازم يبقى معاها ميه كتير. ده نوع. في حاجات تانية بقى، في اللي هو النيسايلس بيلوز، بس احنا هنكتفي بمين؟ البريك كاكزامبل للبلك. انا هشرح كله لكن هقول الحاجات اللي احنا مطالبين بيها. في نوع تاني اللي هو اوزموتيك. كلمة اوزموتيك يعني ايه؟ زي ما سمعناها قبل كده اوزموتيك دايوريتيك، هو بيفضل محجوز جوه الجي اي تي ما يخرجش، ويبدا يمنع الووتر ابزوربشن منه. فده برضه يعمل ايه؟ يبدا الفوليوم يزيد، ولما الفوليوم يزيد يبدا يعمل لي ستيميوليشن للديفيكيشن ريفلكس. هنا هنضطر نحفظ اثنين وهم احنا سمعناهم قبل كده على فكره. اول واحد كان لاكتيلوز، ما اقدرش اهمل اللاكتيلوز. اتكلمت عن اللاكتيلوز ان هو سبيسيفيك قوي في الناس اللي عندها اللي هي هيباتيك انسيفالايتس. الدواء الثاني سمعنا عنه قبل كده برضه اللي هو مين؟ الملح الانجليزي اللي هو المغنيسيوم صلفيت. في فرق بين الاثنين؟ اه في فرق بين الاثنين. فاكرين لما قلت لكم الملح الانجليزي لما تستعمله ها ما تخرجش، تفضل قاعد في بيتك بكرامتك، بدل ما تخرج وترجع من اخر الشارع مش هتقدر. فده غالبا اللي بنستعمله كشرب. عيان بقى عايز اعمل له مثلا تصوير اشعه، عيان عايز اعمل له عمليه، فده شربه. لكن اللاكتيلوز لا، بيستعمل كرونيكالي طبعا. نمره ثلاثه او النوع الثالث في اللي هو اللي بنسميه ستيمولانت. ستيمولانت عندي انواع كتير هقولهم كلهم، بس في الاخر هقول ان احنا هنكتفي بيه. اول حاجه وده تسمعوه كتير عند العطار اللي هو السنه، اكيد سمعت. وفي في السوق على فكره حاجه اسمها سنه لاكس، سنه ده من الحاجات اللي هي ده. وكمان في اللي هو زيت الخروع كاستر اويل. وكمان الكومن قوي بقى ها اللي هو في مصر هنا يعني مكسر الدنيا في الاستعمالات هو البسا كودير. بسا كودير الستيمولانت كبسا كودير ده اللي هو الموجود اسمه بيكولاكس. ده منتشر في مصر هنا يعني تقريبا اكتر حاجة بتستعمل. واضح من اسمه انه ستيمولانت. ده هيعمل ايه؟ هيعمل لي ستيميوليشن للجي اي تي موتيليتي. طب هيعمل سمول انتستين ولا لارج انتستين؟ وفي فرق بين الاثنين. البسك ودي والله هو لو عمل ستيميوليشن للسمول انتستين ها هتبقى مع الاثنين هيعملوا دايريه. ها هتبقى الدايريه شكلها ايه؟ عنيفة ولا مش عنيفة؟ عنيفة. وهتبقى الانصت بتاعتها سريعة ولا بطيئة؟ ده حاجة زي كاستر، ده زيت خروع. انما البيساكودين لا، يبدأ يعمل استيميوليشن شوية في اللارج انتستين. عشان كده لما تيجي توصف بيساكودين هو ليه ديليت انصت، فبنوصفه امتى؟ بالليل. فالعيان يصحى الصبح يخش الحمام. لكن لما تيجي تدي زيت خروع الصبح، لان هو الافكت بتاعه هيبقى ايه؟ سريع جدا مش هيلحق، فالعيان ما ينفعش ياخده قبل النوم. اوكي؟ فده الفرق بين الاثنين. فالبيساكودين ده واحد من الستيمولانت، وهنحفظ البيساكودين. ده الكومنت. زيت الخروع مش يعني ما بنحبوش قوي دلوقتي، وفي اللي هو السنه والاسكاره، اسامي كتيره مكتوبين وانا شرحتهم بس عشان ما يبقاش علينا اسامي كتير. فالبيساكودين حلو قوي كستيمولانت، بس تبقى عارف بيتاخد امتى وليه بيتاخد كده علشان ما يديش الافكت بتاعه بيبقى بطيء شويه.
في حاجة اسمها فيكال سوفتنر. الفيكال سوفتنر من الحاجات المشهورة قوي في مصر ودلوقتي ابتدى ينزل منها حط البسك ودي ما حاجة اسمها دوكيوسيت. دوكيوسيت ده موجود في مصر برضو وموجود في السوق، لكن انا هنعرف واحد اسهل بكتير اللي هو جليسرين. لو الجليسرين لبوز جليسرين ده فيه كان سوفتنر. ده بيعمل ايه سوفتنر؟ بيعمل ايه سوفتنر؟ دي معناها ايه؟ ان هو بيكسر الكونتنت بتاعه الفيسز علشان يخليها حاجه سمول والى حد ما تبقى يعني الحقني باي حاجه كده ما تسيبنيش كده ها ويبقى سوفتنر لين لين. انت عايز اقول حلو انت انقذتني والله. يبقى لين صح كده لين. بس طبعا لو انت هتقول لي هتقول لي طيب يبقى ده اللي هو السوفتنر، وده جاست بس ان هو بيكسر كده الجلد فبيخلي الستول بيبقى حاجه لينه علشان تبقى ايزلي سكريت. في نوع كمان اسمه لوبريكانت. لوبريكانت ده ايه بقى بالعربي؟ ده هيبقى ايه؟ ها ملين. ما هو ملين، ما هو كل دول ملينين. ها لو انا عايز بقى يعني لمستك ايوه لمستك السحريه بقى بالظبط، او اللي هو بيعمل ايه اللي هو بيعمل زي يعني زحلقه. خلينا هو بس لوبريكانت بيعني زي كده سوزنج افكت بحيث ان هو يبقى فيه ايزلي سكريتد يعني. فدي انواع مختلفه. اللوبريكانت ده عندنا واحد زي البارافين اويل زيت البارافين. يبقى احنا هنعرف الانواع اهي البالك والبراند. الاوزموتيك هنعرف لاكتيولوز ومغنيسيوم سلفيت. الاستيميرنت هنعرف البيساكوديل. السوفتنر هنعرف الجليسرين. اللوبريكانت هنعرف البارافين اويل. دول انواع مختلفه من البرجنت. عايز حد بقى كده يفكر حدي امثله من اللي انا قلتهم في الاول وابداوا فكروا تستعمل مين. اول واحد جه عيان بيقول لك يا دكتور انا عندي امساك بخش مره في اليوم بس بكميه قليله قوي، تفتكر تدي مين؟ ها كميه قليله ها هتختار بين مين او مين؟ ممكن تختار بين البالك. انت عايز تعمل ايه؟ هو ايه مشكله العيان ده؟ بما ان الكونتنت قليله فالاستيميوليشن بتاع الريفلكس قليل، فانت عايز تزود الاسترتش ريفلكس علشان يبدا يحصل له ايفاكيويشن. فهتدي مين ممكن في العيان ده؟ ممكن تدي ده او ده. اوكي طيب جه عيان تاني بيقول لك انا بقعد بالثلاث اربع ايام ما بخشش الحمام. هنا تتوقع ان يبقى عنده مشكله في ايه؟ موتيليتي. هنا تختار له مين؟ ممكن اختار له ستيمولنت. طب جالك عيان مثلا بيقول لك بيبقى فيري هارد ستول لدرجه ان انا بحس بسيفير بين مع الايفاكيويشن. هنا بقى ممكن تفكر في مين؟ سوفتنر. فكر في لوبريكانت. يعني اللي انا عايز اوصله لكم وصل لكم ولا لا؟ ان هنا مش مجرد يعني انت لو جالك عيان جه قال لك مثلا انا عندي كونتنت كتيره قوي ها ولكن فيري هارد، لكن كونتنت كتيره ما عنديش مشكله في الكونتنت، ورحت انت مقرر تديله ايه؟ بران. انت ما حلتش المشكله، انت زودت له المشكله. فاوكي فيعني رغم ان الموضوع يبان بسيط قوي لكن فعلا الاختيار ده بيبقى ليه علم وليه فن في الاختيار. طيب ايه الاذر يوسز بتاعت البيرجيتيفز بقى؟ احنا اتفقنا اول حاجه كونستيبيشن. طب هنستعملها في ايه تاني؟ فكر
عمليه جراحيه في جي اي تي بستعملها ولا لا؟ بعمل ايفاكيويشن. عيان خارج مثلا عنده انال فيشر اللي هو بيبقى شرخ شرجي ده وعنده سيفير بين، ممكن ادي حاجه زي كده. عيان اللي عايز اعمل له تصوير راديولوجي هبدا ادي حاجه من دول. كل دي استعمالات للبيربتز. في استعمالات خاصه للبلك، ها البراند على زبادي يستعمل في ايه؟ في الدايت، ممكن يستعمل في الاوبستي، ممكن يستعمل في ايه تاني؟ ممكن يستعمل في الجولستون. ايه فايدته؟ ان هو بيعمل بايندنج للبايل سورس، فده برضه ممكن استفيد بيه. ممكن اديه في الناس اللي عندها الريتابل باول سندروم. في ناس بتبقى فاكرين لو قلتلكم في الريتابل باول ما اعرفش ايه السمبتوم، ممكن يبقى العين عنده حاجات كتير قوي من ضمنها ان هو عنده مثلا الاستول عنده في مشكله، فممكن اديه في الريتابل باول سندروم. حلو قوي. بس ايه مشاكله بقى سبيسيفيك لو هتدي البراند؟ لو خدتيه من غير ماي قلنا هيعمل ايه؟ اوبستراكشن ويكلكع. جميل. ايه تاني؟ ها ما تديش معاه ايه في نفس الوقت؟ حتى كلكم بتسمعوا ان العيش الراب ده مش ما بتحبوش الناس تاكله علشان بيأثر على امتصاص ايه؟ كالسيوم. اه والله. فهنا ممكن يأثر على امتصاص كالسيوم، يأثر على امتصاص ايرون. فلو عايز تاخد راب ده افصل بين الكالسيوم والايرون والرده دي، ويفضل لو هتاخد رده افصل بينها وبين اي دواء، لان هو ممكن ياثر لي على امتصاص بعض الادويه. يبقى البران انا شرحته بالتفصيل، يستعمل غير ان هو بيربتين، ممكن اديه في الاوبستي، ممكن اديه في البولستون الريتابول بار. ومشاكله زي ما قلت يفضل لازم تاخد معاه ميه كتير، افصل بينه وبين اي متر زي كالسيوم زي ايرون اي دواء بيتاخد، يفضل تفصل بينه وبين الدواء اللي بتاخده او الكالسيوم او الايرون. سد النفس مش هو بينفش فمال البطن بس. وهي اول ما بيحصل نعم ما هو ممكن في استومك برضه يعني ايه؟ ما بتحط بقى عشان هي في دي مش يعني ممكن بقى ما تجيبيش القراص، تجيبي الرده السايبه تحطيها بس انت بتملك انت يعني الناس اللي عايزه تستعمل ده تحطه بقى على زبادي وقلبه، فيعني بيبقى بيعمل حيز كده في المعده فبيدي يشغل ساتايتي سنتر، وهو ده بعد ما العيال بعد ما بياخد الحاجات دي بيجوع على طول. نعم. ها؟ لا الانال فيشر ممكن ادي اوزموتيك، ممكن ادي جليسرين يعني شرخ شرجي. الشرخ شرجي ده ما هو بيحصل ديفيكيشن بيبقى فيه فيري في بين عالي قوي، فانا عايز يبقى فيه سهوله في الديفيكيشن. العيال ما يقعدش يعني يعمل ستريننج عادي قوي لان ده بيزود له. طيب بالنسبه للاوزموتيك مفيش حاجه، قلنا اللاكتيروز بالتفصيل صح؟ وعرفنا ايه استعمالاته وعرفنا مشاكله قلتها بالتفصيل، فده من اللاكتيروز من الحاجات المهمه قوي اللي برضو نعرفها. وهنا قلنا السايد افكت بتاعه البراند اللي انا قلتها. البيساكودير انا هقول فيه سايد افكت واحد رغم ان هو مش هارمفول ولكن مهم للمريض، ان هو بيخلي لون اليورين بيربل، بيغير شويه لون البول. هو مش هارمفول بس العين ممكن ايه يتخرب، فخليك فاكر انه ممكن يعمل بيربل كلانيشن اوف يورين. الجليسرين مفيش فيه حاجه يعني مهمه قوي. البارافين اويل من الحاجات اللي ابتدينا نستعملها بحرص قوي. ليه؟ تفتكر ايه عيوب البارافين اويل؟ ده اويل. ها؟ امتصاص ايه؟ فات سوليبل فيتامين. اللوبريكانت ده هو لوبريكانت. فهيحصل ساعات من استعماله بيحصل منه انكونتيننس. انكونتيننس.
فعيان بدون ما يحس يخرج منه سطول. ودي من الحاجات اللي هي فساعات بقى بيعمل اكزيما كده حوالين الانس فممكن يعمل له اكزيما. بس طبعا دي من الحاجات اللي هو لوبريكانت، خليك فاكر ان هو لوبريكانت. ساعات لما بنديه اورال ممكن العيان ده ساعات بيبقى بيحصل منه زي كده ريفلكس ان هو برضو اويل، مش حاجه يعني ظريفه في الطعم وكده، فيحصل منه ريفلكس ويقوم داخل على اللنج. فمن ضمن الحاجات برضو اللي كنا بنشوفها معاه اللي هو الايبويد نمونيا. يعني البارافين اويل ما بقاش ميزه قوي، ولكن ستيل موجود في المستشفيات، ساعات بنلجا له في بعض الحالات معينه مش على طول بنستعمله. ده اللي هو البارافين اويل. يبقى كده قلت ايه عيوب سبيسيفيك للبراند، ها اوبستراكشن، ابزوربشن للكالسيوم وايرن، ابزوربشن للدراجز. قلت العيوب بتاعت اللاكتيولوز ما تنسوهاش، دومينال بين وفلاترنس وكويم ان هو ممكن ياثر على الدايابيتس مع العيان. قلت البسك، ودي العيوب الاساسيه ايه؟ بيربل كلر، لون البول يتغير. قلت البارافين اويل، خليكم فاكرين ان هو ممكن يعمل نمونيا نتيجه الاسبيريشن، ممكن يعمل انكونتيننس، يعمل اكزيما للمريض بتاعه. طبعا بيأثر على امتصاص الفات سوليوبل فايروس. ايه بقى الجنرال ادفرس افكت لكل ده؟ حاجه واحده غير الدايابيتس الاخطر، حاجه بنسميها اللي هو كاثارتيك هابت. عرفنا يعني ايه كاثارتيك؟ كاثارتيك هو بيربك، هو ايه بقى الكاثارتيك هابت دي؟ او انا ساعات بقولها ادمان. ايه بقى الناس اللي بتاخد الحاجات دي بيعانوا من ايه؟ مع الوقت ما بقاش يخش الحمام الا بيها. بالظبط كده. عشان كده لما تيجي تتعامل مع حد مثلا سنه صغير، ها، وده بنشوفه كتير قوي في الشباب الصغيرين، ان هو بيعاني من كونستيبيشن، اسهل حاجه بتتقال من اللي حواليه ايه؟ خد البيكولاكس او خد مش عارف ايه على طول. في حاجات يعني دي بقى اللي بنخاف منها فعلا، العيان هيبقى مدمن للملينات، مش هيعرف يخش الحمام من غيرها. اوكي؟ ومع الوقت خلاص لازم ياخد الملينات دي. طب انا لو جالي حد، خليك في الاول كده يعني حنين وانت بتتعامل معاه، تنصحه بايه؟ بعد ما فهمنا الكلام ده، انتوا قلتوا اشرب ميه كتير، زود ايه في اكلك شويه؟ زود الميه وزود الحاجات الالياف شويه. ابدا شوف نوعيه الاكل. في ناس على فكره لو تفتكروا الشاي والقهوه والكلام ده ممكن تكون بتاثر على الميتيليتي، فحاول تنصحه بحاجات بسيطه يعني ما تبقاش من البدايه كده، ها، داخل معاه بملين علشان تريح دماغك. بلاش كده، لانه فعلا لو انت جيت لحد عنده 18 19 سنه وابتديت معاه ملين وهو كمل عليه، على فكره يعني انا شخصيا فاكر كذا حاجه من دول، علشان توقف الملين للناس دي مشكله. يعني تقعد بقى تتحايل عليه وتفهمهم، مشكله كبيره جدا. فخليك وانت بتستعمل ده حاجه يعني حنين في الاستعمال. دي العيوب الاساسيه اللي ممكن نشوفها. برضو كان زمان من ضمن المشاكل بتاعت خصوصا بقى في الكاثارتيك، الكاثارتيك ده اللي هو كان بيعمل ايفاليويشن عنيف جدا، وخصوصا مع الاستيمولنت، كانت اي واحده ست حامل ممكن يدخلها من كتر الاستيمولشن في ابورشن. فبرضو كنا دلوقتي بندي، بس حاجات كلها اللي طلعت دلوقتي بقت ايه؟ حاجات يعني معقوله، لكن كان زمان الملينات اللي موجوده زيت الخروع والكلام ده كان عنيف جدا. برضه خد بالك لو واحده لاكتيتنج وممكن تاخد حاجه من دول، فساعات برضه يجي لك الطفل عنده اسهال وانت مش واخد بالك، وانت هتقعد تكتب له بقى ومش عارف الكافكت وكافكت، وهو المشكله كلها ان الام بتاخد ايه؟ بتاخد حاجه منه. فيعني خلينا كده نبقى عندنا نظره واحنا بنتعامل مع المريض، نظره واسعه شويه، بلاش النظره الضيقه للمريض. ايه الكونترا انديكيت؟ امتى ما تستعملش بقى الحاجات دي؟
طبعا لو في اوبستراكشن استنى الاوبستراكشن ممنوع زي ما قلت كنا زمان ما اقدرش اديها في واحده حامل لا دلوقتي الدنيا بقت اسهل الجليسرين والبسك ودي الحاجات اللي بتشتغل ما بقتش فيها مشكله قوي لانها ما بقتش بتعمل ستيمولايشن عنيف قوي دكتور في الاوبستراكشن حتى الاستيمولانت ممنوع برضه اي اوبستراكشن ما تديش اوبستراكشن مش انت ده بتديها عشان تعملي ايه ايفاكيويشن انا قصدي ممكن الاستيمولانت يعمل اندكشن شويه لما تبقى لا لا اوبستراكشن يعني اوبستراكشن اوبستراكشن بقى وات ايفر ده حاجه اورجانيك ولا حاجه فانكشنال اي حاله اوبستراكشن تديش ده مش هيعمل لك ايفاكيويشن يعني السكه مقفوله يعني طبعا فكره ان هو بقى كمان الكرونيك يوز من الحاجات دي يا جماعه بتعمل ايه في البوتاسيوم هايبوكاليميا بتاثر على البوتاسيوم فبرضه من الحاجات اللي ممكن نشوفها مع البيرجيتيف كرونيك يوز برضه ممكن تؤدي الى اللي هو زي ما قلت الكاثارتيك هابت يعني بالعربي هو ادمان للمليلات بس كده يعني انا اديتكم فكره عامه ودي الاسامي اللي انت كل كده اسامي الجي اي تي تكتبيها تبلغيني بيها وانا اديك عليها اوكي ويبقى هو اللي